أبدأ بإعطاء الكلمة فورا لمعالي اللواء إيهاب الشحات، وهو أول شخص موجود في القائمة أمامي، ممثل حزب المصريين الأحرار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من واقع الرصد الحالي دخل على مجتمعنا ظواهر غريبة غيرت من خصائص الشخصية المصرية وأصبح معوق لطريق النجاح. وبما أن عملية تطوير هي العملية المعقدة والمتداخلة، لذا نقترح الآتي: أولاً، استحداث هيئة وطنية لتطوير الشخصية المصرية يتم تشكيلها من قبل السيد رئيس الجمهورية، وتكون من عدد لا يقل عن 14 عضو من الخبراء في المجالات المختلفة، ومنها علم النفس والاجتماع والإعلام والثقافة والدراما والتشريع والتعليم والرياضة وجناحي الأمة من الأزهر والكنيسة. يكون دور الهيئة رصد وتحليل ومعالجة كافة الظواهر السلبية. الأستاذ سيد هريدي، ممثل حزب الكرامة. أنا عايز أكد في الوقت القصير، لأن أنا أعرف أن المسموح لي وقت قصير جدا، على أن ضرورة التفريق ما بين الهوية والشخصية. الهوية متغيرة والشخصية تراكمية. الهوية هي بيانات الأيدي، بيانات الشخصية للشخص، متغيرة بحكم السن، بحكم الوظيفة، بحكم الصفة الاجتماعية، بحكم الصورة اللي بتمثل 50% من الهوية. ولذلك الهوية سؤال مراوغ شائك، يجب أن نحترس أنه لا نتقاتل حول الهوية، لأن إشهار الهوية إعلان عنف، بينما ذوبان الهوية في جماعات وطنية تحت شعور وطني هو المطلوب، لأن مصر تتميز بأنها صاحبة هوية متعددة. كلمة الآن للواء سيف الإسلام، ممثل حزب التحالف، ممثل تحالف الأحزاب، حزب مصر بلدي. تفضل. هوية الفرد هي عقيدته ولغته وثقافته وحضارته وتاريخه. الهوية هي كل شيء مشترك بين أفراد مجموعة ما يتم التعامل معهم وفقا لها. ولا يتصور أن يكون هناك شعب بدون هوية أو هوية بدون شعب. الثقافة والهوية قضية أمن قومي، قضية أمن قومي لأي بلد، وهي العمود الهام للجمهورية الجديدة إن شاء الله. دكتور الأستاذ وليد العماري، ممثل حزب الدستور. أهم حاجة بتميز الهوية المصرية عبر العصور إن هي هوية تراكمية. كل فترة تاريخية أو كل تجلي للحضارة المصرية في تاريخها كان بيبقى امتداد وليس تقليد لما قبله، وكان امتداد ابن عصره أو وليد عصره، مش تقليد لحاجة تانية. ومن هنا بنقول ان التنوع الفريد اللي حصل في الحضارة المصرية عبر العصور هو اللي خلى عندنا التراكم اللي نقدر نبني بيه للمستقبل صورة جديدة للهوية المصرية قايمة على التراث وعلى التاريخ وعلى الحضارة القديمة، لكن تكون متميزة وعصرية وبتسعى ان احنا نبني صورة للمستقبل. الان كلمة السيد المهندس محمد صلاح عباس، خليفة، ممثل حزب النور. الحقيقة انه احنا عشان نرصد المشكلات المجتمعية ونضع لها حلولا مناسبة فيما يعرف بقياس الأثر التشريعي، لابد أن نبني رؤانا التشريعية على مجموعة من المعلومات والإحصائيات الرسمية، لا أقول على مجرد يعني نوع من العاطفة أو بعض الحالات الفردية التي يمكن أن يعني تجرنا إلى إعطاء صورة عامة عن المجتمع غير حقيقية، ومن ثم ينزل هذا التشريع على غير الواقع الملائم. في مجموعة من المصطلحات أعتقد أن احنا محتاجين إلى تفكيك هذه المصطلحات وتحريرها. يعني أنا أرى أن هناك في تدخل ما بين مفهوم الولاية على المال المنصوص عليه في قانون الولاية على المال 119 سنة 52، والولاية على النفس المعني به تربية الأولاد ورعاية أحوالهم وفكرة الحضانة. أعتقد محتاجين نفكك اللغز بين التداخل بين المصطلحات المختلفة، وإحنا الحقيقة نثمن تماما توجيهات السيد رئيس الجمهورية ب يعني وضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية. الحقيقة أن المشكلة في موضوع الأحوال الشخصية أنها يعني تشريعات متناثرة،
على يعني على مدار سنوات عديدة، يمكن في بعض التشريعات مر على أكثر من 100 عام. فنسمي دعوة رئيس الجمهورية إلى هذا التكامل، يبقى عندنا قانون موضوعي يجمع كل أحكام الأسرة المصرية، وقانون أيضا إجرائي ينظم الإجراءات التقاضي. الآن كلمة السيدة أميرة بهي الدين، إعلامية وحقوقية، تفضلي. أنا بقترح أنه أحكام الولاية على المال كلها تدرج في مشروع قوانين الأحوال الشخصية الجديد، يبقى فيه رؤية منهجية متكاملة في التعامل مع قوانين الأحوال الشخصية. قانون سنة 52 اللي احنا النهاردة بنناقش بعض بنوده بالتعديل أو مرتبط بحالة اجتماعية وسياسية واقتصادية كانت مختلفة تماما عن المجتمع الآن. حتى هنلاقي في القانون في دائما يعني انعكاس وضع المرأة الواقعي سنة 52 المتعلق بعدم التعليم وعدم العمل، كل الكلام. أنا بأطالب أنه مشروع قوانين الأحوال الشخصية الجديد ومن ثم الجزء المتعلق بالولاية على المال يبقى بينفي عن الأم والمرأة بشكل واضح شبهة عدم الصلاحية وشبهة عدم الأمانة، لأنه هذين الأمرين هما بيشكلوا الفكرة الجمعية المسكوت عنها لما بنيجي نناقش مسألة القصر والأحوال الشخصية. شكرا جزيلا فندم. الآن كلمة السيدة نرمين ميشيل، ممثل حزب العدل، تفضلي. لما تبقى السيدة المصرية في الوقت ده وزيرة وسفيرة ونائبة ورئيسة حزب، وفي الآخر جاي يجي القانون يمنعني من أن أبقى وصية على أموال أولادي، لا، يبقى أنا كده لازم أعترض. بعترض على القانون، وبعترض كمان أن أول ما يبقى فيه عندي طلبات اللي أنا أروح عايزة لابتوب لابني مثلا في كلية هندسة وعايزة أروح أدي أسعار للمجلس الحزبي ويقعد لي شهر واثنين وثلاثة علشان خاطر يديني الموافقة، لا، أنا لازم أعترض. لازم أعترض لما بقى في الفلوس اللي بتجيلي من المجلس الحزبي علشان خاطر مصاريف أولادي اللي بتجيلي السنة دي غير اللي بتجيلي السنة اللي فاتت. طب ما احنا لازم نراعي الظروف الاقتصادية اللي الدولة بتمر بيها وان المجتمع كله بيمر بيها. ولذلك أنا بطالب بإنشاء هيئة للولاية يضم فيها كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها، سواء في الوصاية على المال أو سواء في الولاية على النفس. شكرا جزيلا فندم. الآن الكلمة للأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي. لابد من البيان أن الولاية بتعطي الحق للولي أن يتصرف، وتكون الرقابة على فعله بعد تصرفه. أما الوصاية بتكون الرقابة قبل التصرف، يعني قبل ما يشتري الشيء محتاج الرقابة. ربنا بيقول لنا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فالمسألة هي في إصلاح حال ووضع الصغير اليتيم وكل صغير يتيم. ده في اللغة ممكن يطلق اليتيم على من مات أبوه، ممكن، لكن كل صغير يتيم. مسألة الولاية على الصغير هي ثابتة طبيعيا قبل الأديان، وحتى سيدنا رسول الله لما مات أبوه كفله جده، وكان هذا قبل وجود الدين الخاتم ثم عمه فيما بعد. أقول الولاية الطبيعية هذه لا يختلف عليها اثنان على مستوى الأرض، ثم جاء الفقهاء المسلمون وأقروا ذلك لأنه مسألة طبيعية يتولاها الأب، ثم من يتولاها بعد الأب؟ اختلف الفقهاء في ذلك، وذكر الاختلاف الفقهي ثراء لكل أهل جيل.